نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراه عشان يقول لنا على التشكيل. تحياتي ليك يا توفيق، تحيات ضيوفي الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. اتفضل. مساء الخير كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك ضيوفك الكرام كابتن محمد حشيش، دكتور احمد ثابت، وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تجدد اللقاء واستوديو تحليل جديد لمباراه الناشئين، مباراه الاهلي والمحله مواليد 2005، مباراه في الاسبوع التاسع. يمكن النادي الاهلي طبعا بيخش المباراه في المركز الرابع برصيد 17 نقطه. يمكن الفريق فاز في 5 مباريات، تعادل في مباراه واحده وفاز بركلات الجزاء على فاركو وهزيمتين. يمكن فريق في غزل المحله بيخش هذه المباراه في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط. يمكن الفريق فاز في مباراه، تعادل في مباراتين ولكن فاز بيهم ايضا بركلات الجزاء، والفريق هزم في 5. يمكن اخر مباراه لكل فريق كابتن اسامه، النادي الاهلي يمكن كان يتعادل مع فاركو بهدف لمثله و5-3. على الجانب الاخر المحله ايضا في اخر مباراته تعادل امام فريق بيراميدز في الاسبوع الثامن، يمكن تعادلت المباراه 1-1. وفي ضربات الجزاء يمكن فريق غزل المحله تفوق بنتيجه 8-7. يمكن من يعني المصادفات السعيده النهارده كابتن اسامه ان جيلكو جيل 81 النهارده حضرتك موجود في الاستوديو التحليلي، كابتن محمد شوقي موجود نائب قطاع رئيس ناشئين للنادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر كمان محمد عتراوي نجم منتخب مصر الشباب مواليد 81 هو الاخر نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي المحله. يمكن ان شاء الله يبقى جيل من الاجيال اللي اسعدتنا وحصلت على برونزيه كاس العالم للشباب في الارجنتين، وان شاء الله كمان تسعدونا في المجالات المعديه سواء في الاعلام او التدريب باذن الله، وتخرجوا اجيال عديده تكون باذن الله تعيد امجاد الكره المصريه سواء في قطاعات الناشئين او في الفرق الاولى كمان باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، يمكن على صعيد الاجواء بقى، يمكن درجه الحراره هنا تقريبا 28 درجه مئويه، الجو يعني زي ما بنقول كده خريفي معتدل الحمد لله، الشمس ساطعه، ارضيه الملعب اكثر من رائعه. يمكن الحمد لله الجهاز الاداري والتنفيذي هنا في النادي الاهلي معد بشكل جيد ملعب قطاع الناشئين هنا، ودايما بنشوفه من خلال مباريات قطاع الناشئين. كمان يمكن الفريق النادي الاهلي استعد لهذه المباراه كابتن اسامه بشكل اكثر من رائع. يمكن مباراه فاركو كانت يوم الاثنين في الاسبوع الماضي، يمكن المباراه عدى عليها 8 ايام، يمكن الفريق بس اتدرب ثاني يوم على طول، خد يوم واحد راحه ومن بعدها على طول مواصل التدريبات لهذه المباراه. يمكن الجهاز الفني بقياده كابتن حسن محمد كان مع اللاعبين النهارده في المحاضره قبل المباراه، حسهم على الفوز بهذه المباراه، قال لهم يمكن احنا ضيعنا مباراتين في صراع الترتيب او صراع المقدمه على بطولة الدوري العام، ولكن ان شاء الله قادرين على التعويض. لسه المسابقه كبيره، بنتكلم في 19 اسبوع في الدور الاول وكمان 19 اسبوع في الدور الثاني، ان شاء الله يكون الفريق قادر على ان شاء الله الفوز وتحقيق نتائج ايجابيه سواء في هذه المباراه الرباط القادمه، وان شاء الله تحقيق هدف كل الجهاز الفني هنا وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، سواء يعني تصعيد لاعبين للفريق الاول زي محمد زعلوك وكمان معتز محمد، او كمان ان شاء الله الظفر بلقب البطوله اللي النادي الاهلي الحمد لله هو حامل لقبها من الموسم الماضي. يمكن النهارده يدير المباراه تحكيميا كابتن اسامه حكم ساحه محمد علاء هاشم، 33 سنه من منطقه القاهره، والجدير بالذكر ان الكابتن محمد هو حكم دوري في تقنيه الحكم المساعد للفيديو تقنيه الفار، وبيعاونه النهارده عبد العزيز محسن منطقه القاهره 43 سنه، والمساعد الثاني محمود رزق من منطقه القاهره ايضا 34 سنه. كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله النهارده اللاعبين ينفذوا رؤيه الجهاز الفني ويكونوا على قدر المسؤوليه، وان شاء الله تحقيق 3 نقاط جديده باذن الله يساعدوا النادي الاهلي في مشوار البطوله. كل التوفيق للنادي الاهلي، والكلمه لحضرتك كابتن اسامه. بنشكرك شكرا جزيلا يا توفيق.